مرحبا، كيفكم يا أحلى متابعين؟ أنا سلوم من قناة ألوان تيوب. فيديو اليوم رح أحكي لكم فيه عن آخر تطورات حالة أبو الوليد مقداد وين وصلت حالته الصحية. لكن قبل ما نبلش، إذا حبيتوا القناة حطوا لايك كبير، خلونا نوصل هذا الفيديو لعشرة آلاف لايك، وكمان اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. وهلأ خلينا نبلش الفيديو. نشر وليد مقداد الابن الكبير للأستاذ خالد مقداد على حسابه بالإنستغرام مجموعة ستوريهات طمن فيها المتابعين عن حالة أبوه الصحية. وطلع وليد بهذا الستوري حتى يظلوا المتابعين عارفين أخبار أبو الوليد أول بأول، مثل ما وعد وليد ومعتصم في فيديوهاتهم اللي قبل اللي اعتذروا فيها عن غيابهم القصري عن السوشيال ميديا، وإنهم ما رح يقطعوا المتابعين ورح يحكوا لهم أخبار الوالد وتطورات حالته الصحية. يا جماعة الحمد لله بابا أموره كتير منيحة، وحكى وليد إنه بإذن رب العالمين رح يطلع أبو الوليد من قسم العناية المكثفة خلال الأيام اللي جاية، وحكى كمان عن توقعاتهم بعد خروجه من العناية، وتكلم على إنه رح يطلع من المستشفى بعد كم يوم من خروجه من قسم العناية وحيصير بين أهله وأحبابه. إن شاء الله خلال الأيام القادمة رح يطلع من العناية المركزة، وإن شاء الله بعدها بكم يوم رح يطلع من المستشفى ويرجع لنا بالسلامة. وحكى وليد إنه الأطباء طمنوهم وحالته كتير منيحة. الحمد لله أموره كتير منيحة، مؤشراته كلها منيحة، دعواتكم لإله. وكمان طلع معتصم مقداد الابن الثاني لأبو الوليد وطمن المتابعين حالة بابا فيها تحسن كبير، وحكى كلها يومين أو ثلاثة ورح يطلع أبو الوليد من العناية وبعدها بكم يوم رح يطلع من المستشفى ولله الحمد، وإن شاء الله خلال يومين ثلاث رح يطلع من العناية المركزة، ومن ثم بعدها بأيام أيضا قليلة رح يطلع من المستشفى. وكمان شاركت خطيبة وليد ستوري وليد ودعت ربنا يتمم على أبو الوليد بالصحة والعافية، وبهيك بتوقع خلال بداية الأسبوع القادم يكون أبو الوليد بين أهله وأحبابه. وكمان مثل ما وعدت عيلة مقداد رح يطلع أبو الوليد بنفسه يطمن الناس عن وضعه الصحي، وإن شاء الله بنشوفه عن قريب وربنا يطول بعمره. اللهم أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أيها الموجوع صبرا، إن بعد العسر يسرا. إن بعد الحزن أمنا، فاحتسب في الحزن أجرا. المقطع لا تنسوا تتابعوني على الانستغرام، واذا عندكم افكار جديدة حابين نعملكم اياها بالفيديوهات الجاية ابعتوا لي اياها على الانستغرام، وما تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، ومع السلامة.